في هذه الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. حيث استقبل المطار خلال الساعة الماضية 8 طائرات محملة بنحو 202 طن من المساعدات المتنوعة لقطاع غزة، من بينها طائرات من قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا وسنغافورة وإيطاليا. واستقبل مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي نحو 234 طائرة على متنها 6000 طن من المساعدات المتنوعة.